معكم في برنامج أمور جدية. البرنامج اللي يجيكم كل نهار اثنين على قناة الحوار التونسي. شكرا على المتابعة الكبيرة متاعكم. سعيد انه باش يكونوا معايا اليوم كيما العادة دكتور عبد القادر الجديدي، بياز زردي، بسام الحمراوي، صادق حلواس، فوزي بن كامرة، مريم بن مامي، كريم الغربي. شكرا على الوفاء متاعكم واللي خلى أمور جدية في حلقتها الثانية تجيب نسبة مشاهدة قياسية. كنا الأولى لين الجمعة الفايتة. شكرا لكم على هذه المتابعة. عندكم برشا طرق باش تتفاعلوا معنا. فما طريقة اللي هي تبعثونا في بلاي باش تشوفوا فيديوهات متاعكم العالم الكل يعطيكم الصحة، وفما طريقة الفيسبوك. الفيسبوك عملنا طريقة سبيسيال، اللي يبعث لنا وينبر علينا في الفيسبوك احنا ننبروا عليه زادة. دونك العين بالعين والسن بالسن حتى على الفيسبوك. شوفوا مع بعضنا ناشيونال فيسبوك. مرحبا بكم في ناشيونال فيسبوك. كالعادة استعملنا فأرة الحاسوب لرؤية كومنتاراتكم، وكانت أولى الكومنتارات من خارج الوطن. نسر المهاجر يبحث عن أنثى، سليم جو من الجزائر الذي قال: خوكم تزيدي يتبعكم ديما يا نوفل، ما تعطيونيش التليفون متاع بيا راهي تقتل. وقهقها: يا سليم لقد رأينا طلبك ويبقى الرد بيدي بيا. ثم نزلت الكومنتارات كالغيث النافع، ردت أمولة 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 على كريم الغربي الذي تحدث على الفتيات التي يستعملن المكياج بكثرة: انت والحجامة عاد والطفلة المزينة تقعد مزينة حتى تبليقة السيمان. كل هذا كان عاديا إلى أن أتى كومنتار على طريقة ناشيونال فيسبوك من أنور الجمودي الذي قال: زعيم القبيلة الرجل الأبيض المتوسط نوفل الورتاني يحده من اليمين كل من فوفو ومومو وكوكو، ومن الشمال الدب القطبي وأفعى الكوبرا وقطعتين أثريتين البي بنت البي وعبد القادر القديمي. وعم الهدوء إلى أن جاء كومنتار أدخل الرعب على الجميع من ماد بحري: مخي براسك يا نوفل، كومنتار يبشر بالمتاعب، فقد خمنا أن رجلاً يشتم نوفل سيكون رجلاً جميلاً أنيقاً. دخلنا إلى بروفيله وهذه هي صورته، ومن صورته هذه علمنا لماذا لا يضع صورة للبروفيل، والسبب أن رأسه أكبر من المنطقة التي خصصها الفيسبوك لتحميل الصورة. في الغابة أكثر الأصوات إثارة هو صوت زئير الأسد، وفي المدينة أكثر الأصوات إثارة هو صوت شخير الصادق حلواس. لذلك أتى كومنتار من أبو يحيى حمزة الذي قال: الصادق حلواس بشخيره كان تركب له مروحة متاع هليكوبتر ما يطير. إن الرجل يهدد بالحرقة إلى إيطاليا إن لم ننقل تعليقه، وقريبا سيصرخ بأعلى صوته: نطيش في روما ولا نسمع شخير الصادق اللي تحكي عليه مريومة. كل الكومنتارات كانت منحصرة حول الكرونيكار والضيوف، إلى أن نطق ثعلب تونسي يدعى حازم مرزوقي: وينيك الطفلة اللي ديما مادة وجهها مع الجمهور في البرامج الكل؟ كالسبة ما جبتوهاش. أحسنت، هي لم تأتي، ستراها في برامج أخرى، وهذا عمل تتقاضى من أجله أجرة. أما أنت فوجدناك مادد وجهك على البحر وقاعد على حديدة، ألا تشعر بالبرد؟ لا نسيت إنك تحمل خصال طائر اللقلق، ولاحظنا أنك طويل الساقين وتتواجد في مكان عال على البحر تترقب السمك. اليوم خرجنا باكتشاف الرجل اللقلق في انتظار اكتشاف وجود الرجل الضبع. وصلنا إلى نهاية فقرة ناشيونال فيسبوك. للتواصل معنا هاشتاج أوجي على الصفحة الرسمية لقناة الحوار التونسي. شكرا على تفاعلاتكم، وان شاء الله تقبلوا الضمار متاعنا. سعداء باستقبال ضيفنا الاول، النجم التونسي الذي فاتت شهرته الحدود، جعفر الاسمي. مرحبا بك جعفر، منور الحلقه ثقه كبيره. تصفيقة كبيرة على جعفور، يعطيك الصحة على الخدمة اللي قاعد تخدم فيها صحيح، خاصة في توجهك للشباب واكتشاف الطاقات الشابة، هذا باش نحكيو عليه. فوزي، أستاذ فوزي بن أمرة، جعفر الأسمي في كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر القاسمي من أعز ما عرفته، أحلى ما شفته، أخويا وصديقي ورجل فاضل، وربي إن شاء الله يوفقه ويعينه وحظ سعيد.
الله 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 على المحبة. جعفر شنو أحوالك؟ الحمد لله. دكتور عبد القادر جديدي في كلمتين. هو الأستاذ عبد القادر لا أستطيع أنا أتحدث عن هذا الرجل في كلمتين يعني. حتى لا تستطيع. حاول. لا أستطيع. حاول من أجلنا. حاول من أجل كل هذه الوجوه النيرة. دكتور عبد القادر جديدي. شكرا ليك دكتور في الكلمتين. نحاولوا باش نحكيوا بعد. على عبد القادر جعفر اللي يحكي عليه، ولكن قبل نبداو بالفقره الاولى باش نلخصوا احداث الاسبوع. صار ولا ما صارش؟ يا جعفر عندك اللوحه باش تهز معانا اللوحه وقت اللي نقولوا لكم الخبر صار ولا ما صارش. في اريتريا الدوله تجبر الرجال على الزواج من امراه ثانيه والا السجن. يتعرس بمرأة ثانية يتدخل الحبس. ما يلا صار ولا ما صارش حسب رأيكم؟ صار ولا ما صارش؟ صار ولا ما صارش؟ صار 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 علي بدل. لا 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 صار والله في بالي في في مخك ما صارش. صار دكتور عبد القادر جديد نشوفه الخبر صحيح صار. قررت الحكومة الأرتيرية إجبار الرجال على تعدد الزوجات، ونصت الفتوى على ضرورة زواج الرجل من زوجتين على الأقل حتى لا يتعرض لعقوبة السجن مدى الحياة في حال اكتفائه بزوجة واحدة. السجن مدى الحياة معناتها ياما يعرس أي باباي، ولا السجن مدى الحياة؟ تخيل هذه معناتها جعفر معناتها نعيم إريتريا تحسها؟ أنا الموضوع هذا ما نجيش خوض فيه. فهمت؟ ولكن شو خلك؟ يعني أذواق هي المسائل أذواق، ولكن الموضوع هذا ما نشخو فيه، ولكن المسائل أذواق هي، فهمت؟ ولكن الموضوع هذا ما نشخو فيه. مريم مش قولك؟ صحيح معناتها. لا لا اش قولك؟ ما عادش تو صحيح، اش قولك في القرار هذا؟ أي زعما حل العنوسة؟ والله أنا جو بونس اللي الراجل عمره ما يستكفى معناتها بمرأة بركة، أنا جو بونس اللي الراجل معناتها كي تنجم كي تعطيه اثنين يحب أربعة معناتها. أو كي تعطيه أربعة يفودغا ثمانية. سي لا فيغيتي نا. بيا أما صليو على النبي. أما صليو على النبي اللي صار صار طبعا. صار صليو على النبي. حتى نساء. إي فما بالطبيعة. فما نساء ما تستكفيش براجل بركة زاد. لقد وقعنا في الفخ. شو البرنامج هذا يا خويا؟ لا بابا لا بابا لا بابا لا بابا. احنا نحكيو في الامور الجديه. الامور الجديه. الامور الجديه. الامور الجديه. ما رايك صادق؟ معناتها تعرس بمراه بالسيف سينو تشد الحبس. اون بليس تخيلها في تونس معناتها يبدا واحد متعدي في كرامته ويوقفوا حكي. اي بابا ورق شوف ورق. ورق اعطينا كزداقي. تفضل خويا. اي هذا نتاع الاولى والثانيه وين؟ الثانيه وين؟ يمشي على الثانيه. والله يا والله ها والله يمش. في بالكش هذه بركه سيد العاون والثاني ما في بالكش بالحكومه قالت لازم تاخذ الثين. ما في بالكش يا طرق يا تصدق نتاع الثاني. والله ما نجمها سيد العاون. شنو ما تنجمش؟ شنو معناها ما تنجمش؟ لا ما عنديش امكانيات. شنو ما عندكش امكانيات؟ شنو معناها ما قلقيك؟ شنو ما قلقيك؟ شنو ما عندكش امكانيات؟ شنو معناها ما عندكش امكانيات؟ الخبر الثاني، الخبر الثاني صار ولا ما صارش؟ في تونس واحد مبش القبر نتاع خالو. علاش؟ لانه يلوج على ايفون 6. صار ولا ما صارش؟ مبش قبر خالو يلوج على ايفون. الايفون نتاع خالو باش يهز الايفون. اي اي صار ولا ما صارش؟ خالو مات بال على الايفون. باي علاش ما صارش حسب رايك؟ تصور شنو كيف يهزوا معاه الساعه تو دابور ونتبعوا الحكايه من الاول. يا اخي خالو هز معاه ايفون. اسمع شامبي الايفون. اون بليس ساسو راه قال لك خالو يقف عليه في المنام يقول لك الشارجور وينو. لا الحق اي ترى نشوفوا صار. صاروا في تونس. اي في تونس اي نعرفكم. مازلنا في الحاجات الغريبه. صار ولا ما صارش؟ في تونس في الحمامات معلمه تجبر التلميذ على اكل الاوراق. عقوبة شفنا كلي أعطاه تريحة. لا يصير. مريم عليه ما صارش. ديما شوكي ديما عايشة في بلانيت أخرى أنت. كل أسبوع باش تخرج. أنت خاطر تذولي ما صارش معناها. مش ياكل الأوراق. كيفاش معلمة؟ معلمة راهو كلمة معلمة حاجة كبيرة برشا راهو معلمة معناتها. ما هو باش يفهم الدرس توكلوا باش قال لك ميثود جديد هذا. لا تعودنا احنا معلمة حرقة التلميذ الاخر شفناه والله. والله فما اما هذه شنو مذلة معناتها سامحني
مذله فوزي ذلته مع هذه تقعد في مخه اكثر من الضرب راهو. شوف المسائل هذه قاعده تصير في عديد من في المدارس في تونس وحتى في الريف، ثم حاجات قاعده تصير واحنا ما نسمعش بها، وثم ناس قاعدين تصير لهم حاجات يخافوا ولا يشكيوا، يخافوا من المعلم او يخافوا من المسؤول، فتحدث حاجات يعني بصراحه حاجه اخرى بصراحه. استاذ نوفل مع احترامي للمعلمات والمعلمين الكبار اللي كبروا في السن، تلقى عنده مشاكل في الدار وتلقى قلق وعقاب عمره مسكين يجي يولي فهمتي يولي يعني يتعامل مع التلامذة في معاملة يعني سيئة جدا. هو تلقى مسكين الله أعلم بيه ضو مش خالص، لو الراجل تاعك ومرته والمرأة تاعك ورجلها تاعك وجيرانها كبروا في السن يعني على بكري يتعامل في معاملة سيئة والدعاء يراك يسيدك بيك عليك بصراحة يصير مش تاكلوا كيغت تاكلوا حتى صحيح الكرشة قمة الإهانة دكتور. بصراحة نعم هذايا ذكرني أنا معناها بحاجة شخصية جدا نضحك. في السيزيام نحضر في السيزيام السيزيام تاعك سيزيام اي ابتدائي وقتها بالشهادة كان اي مشيت عند واحد صاحبي في سوسة ويسكن يقولوا هما يسكنوا في الصور برا معناها سويرما ديزون عندهم معيز وبقر. عاد قعدنا نحضروا تحت الزيتونة المات وكل أوراق وخطيت الأوراق والله بالمجد عشتها وقت اللي رجعت انا وراقي نتاع المات كل كليتهم للمعزه ما عنديش والله كلهم كليتهم بحيث ممكن ياسر وجه الشباب دكتور وجه الشباب حلو وجه الشباب هو احنا في عالم معز عالم تاع معز جعفر صوت المعزه بعد ما كليت ورق المات كش ولا مات مات اما بالحق وكلته اوراق نتاع مات بس ايه باش يحفظ المات. هذاك المرجي قال لك هذا عملناه في النرويج من مرة جيت تعمل له معناها كاسكروت بالزبده والايقاظ العلمي. يلا عندي برشا اخبار ممتعه المره هذه بصراحه. في فنلندا رجل يحلم بروحه سبايدر مان والقى نفسه من الطابق السابع. حب يقلد سبايدر مان ولبسك اللبسه والقى نفسه من الطابق السابع ومات. صار ولا ما صارش؟ الهوس بالنجوم هذا صار ولا ما صارش؟ تتوقعوا الكل انه صار، علاش ما صارش بسام؟ معناها قام في النوم ولبس وعمل ماسك وطاير في السماء ما نصورش. هذه انا نقصت من البلكون انا رقت. وقتين والله عم في الباك. انا منهم؟ بلكون دارنا. انا من الباك. انا منهم عم والله باك. جعفر عجبني مره قال لنا عامة الباك متاعي أحسن سبع سنين في حياتي. سبع سنين. أربع سنين. هو يحلم بسبايدر مان ديما حاجة تباهتني أنا في القورة مثلا تلقى يحلم بسبايدر مان باتمان علاش ما نحلموش بهم احنا ذوب. مرة خممت والله واحد قلت ذولي مربوطة بالماكلة الحكاية. معناها هما خاطر ياكلوا في ماكلة احنا مثلا ما نتصورش واحد ياكل في مثلا يضربهم حمسة بالقديد ويرقد. ما يجيك سبايدر مان. مستحيل. باتمان ما يجيك. مثلا تصور انت واحد مثلا كسكسي بالعصبان ماكلش تجيك سندريلا في المنام. ما نعرفش الاميره النائمه ما تجيكش. ما نعرفش انا تحلم كي تاكل كسكسي بالعصبان تحلم بروحك كيما نحلم الكل كلب عربي يجري وراك وساقيك راكد عرفت هذاك هابط تتكركب من جبل هابط صيحه ولا صيحه ولا قسمك واحد يبدا ضارب لوبيا بالبروكلو قسما بالله لوبيا بالبروكلو تبدا ضارب كعبه بروكلو قداكش تحلم ماريا كاري لوبيا بالبروكلو ضار يجيك صالح الفرزيت في المنام. يجيك عبد الرزاق قلي والحبيب الشنكاوي هذوما يجيوك وانت ماكل لوبيا بالبروك. ومثلا هما كي يحلموا تحسهم الفنلند هما كي يحلموا انت فين الاخبار فنلندا ولا اي فنلندا حتى كي يحلموا نحسهم كي يتكلموا حلمتهم محلاها. مثلا تصورت التاريخ تدخل جلي فيو لو برانس حاجه هكا دافيه رجل يبدا بحذاه يقرا في جريده قهوه سخونه بحذاه شمينيه احنا تبدا تسيه سيارك تخلى هواك في الزيافة يا نو هواك تخلى متلثم هواك متلثم ورجل ساكتري فمك هواك متلثم يا الله نعيط اقسم بالله. انا كنت يعني غبي جدا في الانجليزية والله مش تحكيك على الحلم نهار حلمت بروحي في امريكا انا في الانجلي ما نعرف كان هاو ار يو فاين ثانكس مريم وخيتي هبطت في مطار خبابل فهمتني ستاندار الحلمة كل شعارات مصفرة عينيهم مزروق نسير جيل مزينين على الاخر من اللي هبطت يقول لي هاو ار يو قول لهم فاين ثانكس هاو ار يو فاين ثانكس عادينا يجي درج هاو ار يو فاين ثانكس فاين ثانكس هاو ار يو. ثم واحدة عجبتني في الحلم قلت لها هاو ار يو قالت لي فاين ثانكس
قالت لي فاين ثانكس، قلت لها واريو معناتها فاين ثانكس، والله يا روحتي لحظه هاو واريو فاين ثانكس ثانكس فاين ثانكس هاو واريو، ما زدنا حتى كلمه قعدنا برك بجنبي راجل كبير قلت له هاو واريو فاين ثانكس بتاع سيبنا يا معلم فاين ثانكس فاين ثانكس فاين ثانكس قسما بالله خويا صاحبي فاين ثانكس بعد عمل لك لاباس قال لي لاباس صاحبي لاباس وفجأة أمريكا كل ولا يحكي بالدارجة صفا المعلم صفا جوك حتى في الحلم قلبتها بس كلك حاجة بس كلك حاجة كثيرة برشا يلزم الإنسان يحلم على قد علمه نقطة الستر هي الحلمة تتحكم فيها بون الحلمة ذيك في اليقظة به دخلنا في تفسير الأحلام صار ولا ما صارش بيع فستان مارلين مورو في مزاد علني ب 4.8 مليون دولار هذه الفستان اللي غنت بيه هابي بيرثداي مستر بريزيدنت عشيقها وصديقها الرئيس الأمريكي كينيدي صار 4.8 مليون دولار كي نحسبوهم فوق 10 مليارات تونسية شريوا بها روبا فقط صار يحلونا أزمتنا معنا يا أخ يا أخ تفضل صار ولا ما صارش عليك انت عليك انت قال لك صار ولا ما صارش والله حاضر في البته الاستاذ هذوما سامحني الروبه هذوما ماهوش مش مولاتي انا اها ولكن كي تبدا الروبه ذيك ب 4.8 مليون دولار وماشي الاعمال الخيريه اه انا معك هز ما صار ولا ما صارش هز هز صار الجواب صحيح صار صار اي صار واحنا غرنا قلنا الامريكان يعملوها احنا ما نعملوش قررنا مريول مريم بن مامي هيا بتة من أجل أعمال خيرية شكون منكم الأولاد شكون يشري مريول مريم بن مامي زوز ملي مليون زوز ستة ملي بالحق 80 دينار توا فلوسي موجود 80 دينار فلوسي موجود يا ولدي شويش موجود 4000 دينار اللي عنده مبلغ يكتو تو 4000 دينار 4000 دينار 99 دينار اخرج منها شمنكة اخرج منها 80 دينار فلوسي مشي 4000 دينار يا معلم 4000 دينار خذ ايش 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 لا خويا لا استنى لحظة لحظة 4000 دينار على اونو على دو على دي مبروك عليك مريم مريم بن مامي هات المريو يا معلم شريت وهات المريو شنو البرنامج اللي تحنا فيه يا معلم يا ولد اعطيني مريولي يا عشبكش مسكين جعفر القاسمي غلط في البرنامج جملة انا درت بركة مريو الاخر تاع مريم هذا بالفيل هذا لا لبسته مريم تفضل خويا هاي مبروك يقسم بالله ريحته كريم الغرب يلا مرجي نحي الكاسكة كنت تتكلم لابس كاسكة بتاع موتور شنو لوح لوح 4.2 مليون دولار على الغنية التاريخية هذه نوريك ستري صغير وقتها غنيت له هابي بيرثداي مستر بريزيدنت Happy birthday to you. حتى الغرام تاعو محلي اه شفت حتى شفت احنا علاش ما يهبطوش ما يلوط في جرمانه في بلادي مثلا خاله نتاع سمير لوسيف يهبطو تشري العباد شكون عطا شكون زاد باهي اي صار ولا ما صارش باش نكملوا طفل ياباني يصنع سياره ببقايا لعبه بقايا اللعب نتاعو صنع بهم كرهبه كرهبة تتحرك صار بابا صار ولا ما صارش حسب رايكم صار ولا ما صارش كرهبة يصير صار فين صار الكلكم وقعنا في الفخ اليابان خاطر ديما اليابان لا 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 حتى في بلد اخرى ما تاكلش ادري في اليابان تلقى قاعد يستنى في الكاري يصنع كرهبة ما ضيعش وقت تلقى قاعد سعد القادر قاعد يستنى شبيك لاباس؟ تفضل بابا تفضل. يعني قاعد بالحق الوقت باش يضيع في حياته يصنع حاجه. اه. عبد لوطون تحكي نمشي غادي انا. لا لا. والله. لا بالحق اش دخل اش دخل. المغرب نوف.
في اليابان انه طفل ما عادش نستغرب ان شاء الله في تونس. انا نعطيك اخر اكتشاف، مش اكتشاف، اختراع. في اليابان جاوا في الـ في الـ في البيسين وفي في البحورات، فهمني ولا طفل صغير كي يعمل حشاكم بيبي في البيسين ولا في البحر، عملوا كل اللمبايب حمر يشعلوا، فهمتني؟ استرنا ربي، استرنا ربي. تصور يجينا الاختراع هذا لتونس. البحر الاحمر المتوسط بابا. كنت دولة أخرى من هي نحط صار، قلت اليابان، اليابان خاطر نحس ربي مصغر لهم في عينيهم ومكبر لهم في مخاخهم، معليش. مثلا لما رفعت نتفرج في دوك في اليابان جايبين طفل صغير يحكي، يعني يحكيوا معاه، قال لك حاشاك يبدا في التواليت، يبدا معناها تيمو يوم يعني يبدا يحاير، زعما يصنع تروتينات ولا يصنع مونجالا. احنا كيف كيف زاد كنا صغار كيف كيف نبداو حايرين في التواليت، اما نبداو حايرين في حاجه بهيمه ياسر، زعما زليز اكثر من الفيونس. عرفت؟ ولا صدقات ولا قبل، انا واحد من الناس نبدا قاعد من القلق في التواليت ما نعملوش حاجه، طاسه تبقى قاعد 1 2 63 زليزه والفيونس فيها ورده مصوره من هنا. وهما مثلا قال لك يكمل بالرسمي، يكمل يصنع الاختراع، يعطي يقول نوما نهنو امه البرة يا تفرح امه من الكل، معناها تقول له صحيت. احنا الجملة الشهيرة كالعادة تكمل امي يا كملت. مرة نتفرج جايبين فما مسلسل كانوا يعملوا كريم من الحلقة الأولى الريحة تو تخلي بلا التواليت. طيب مرحبا يا خويا حاشاكم حاشا قدرك. مثلا المرة فاتت نتفرج في مسلسل ما يجيب فوق المسلسلات الكوريين هذوك فهمتني، ودي مشهوراتهم مرتب، قل يرضعوا في الديفريزاج مش في الحليب. جاي عينيها كاية ولا يحكي، يسمع برسوناج بتاع طفل صغير يحكي، هو طفلة صغيرة قالها كيوبو كيو كانكا، الترجمة مكتوبة من لوطا، قالها ما رأيك أن نصنع طائرة معناها وأنت تصنع الجوانح. شوف ما أحلاهم، إحنا كي نراو طفلة كنا صغار نلعبوا شنيا اللعبة، نلعبوا عريسة وعريس. تبدا تجبد فيها وهي تقول لك ما نحبش، إيش ياك جريت جدي بالرسول. توا لحظة عندي لكم مفاجأة، هل تؤمن بقراءة الأفكار؟ عنا ضيف سوربريز، هل تؤمن أنه فما شكون ينجم يقرأ لك شنو في مخك توا سي عبد القادر؟ لا موجودين، سي سبيسياليتي موجودة. طيب. أنا في بالي كان محمد عبد الوهاب هو يقرأ في الأفكار، ممكن أقرأ لك أفكارك؟ باش نستقبلوا مع بعضنا دافيد بوشنار. انت تونسي عايش برا دافيد؟ تونسي عايش في فرنسا. عايش في فرنسا وانا فيغ اللي انت تونسي على خاطر الشيء اللي باش توريه لنا مريم. مريم سي سا وي مريم، است كو فو بوفي سيرتيفي سو فوتر اونور كون سو كوني با جو نوزي جامي فيو منار شي علي كنتيني فوتر استوار ني كواك سو سوا وي وي جو است كو فو ولي بارتيسيبي وي او نو وي وي جو جو vous êtes prête وي à partir de cet instant s'il vous plaît mère. Je vais vous demander une chose, n'ayez pas peur. Je respire mal, attendez deux secondes. Bah, hey. Hey. Hey, stop. Mais bon, c'est, mais je tomber. Peux. Ouais. Laissez tomber, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Les missiles, chati, chati. N'ayez pas peur. Non, je vais pas. Mais attendez, c'est pas tous les jours que j'ai ça. Ouais, ouais, c'est normal que je stresse un peu. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, gars, on y marque. Maria, t'as voir. Allez, Maria. Après, le bocre David Dima. T'as voir ce que je vais vous demander, madame. Écoutez bien, ça va bien se passer, je vous promets. Vous allez bich tramm à la had. Hey. Had. Inch'Allah, bich fahmouni mlih. Had. Hay. Wala. Meyt. Allah yarham. Vous allez penser à une personne vivante ou décédée. Si c'est quelqu'un de vivant, vous allez également retenir trois choses, ainsi que pour le décédé, trois choses. Son visage. Tetraïlo. Son prénom et son âge. Et je vais vous demander simplement, simplement, donc, de l'écrire. Alors, regardez bien. Permettez, vous pouvez sortir, s'il vous plaît, ce qu'il y a à l'intérieur ? Oui, oui. Très bien, allez-y, madame. Je suis désolé hein, si vous êtes un peu perturbé, mais on essaye, ne vous inquiétez pas. Oui. S'il vous plaît, regardez bien. On a des cartes de visite ici. Des cartes de visite. Vous voyez comment c'est écrit ? C'est écrit en caractère d'imprimerie. نوري الكاميرا. معناتها هكاك باش تكتب انت الاسم تكتب اون كاميرا. علاش باش توري الكارت من بعد للعباد. ماجيسكول. داكور تو ان ماجيسكول. سيل فو بلي.
اكتب ماجسكول الاسم وماجسكول والعمر ولا اي باكون حاولوا ما يغزروا لها حد امان مريم خبي الاسم بالغوره والعمر الشباب وكيف لا لا اون ريغول ici اون ريغول لهنا حصه معناتها فوالا جديه فوالا هذه معناتها مريم فقط باش تخمم في الاسم هذا خبي ما توريها لهش عاد اسكو جو بو ريكوبيري ايفونتيلمون سي بلاي فوني 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 اجا مريم اجا لهنا دافيد دافيد اجا لهنا كلاسيك سي بلاي ريكوبيري مون لياسيك Alors, ce qu'on va faire simplement, est-ce que vous pouvez examiner ce qu'il y a à l'intérieur, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Et j'ai droit à combien d'erreurs. C'est ça qu'il va falloir voir. Il n'y a rien de C'est fait. Maintenant, j'accupère ça. Et je vais vous demander simplement de récupérer les autres cartes, s'il vous plaît. Récupérez-moi les autres cartes. Les autres cartes Rajal, les cartes, Karim, Rajal. Tout est bon, tout est clean. Attendez. Merci beaucoup, madame. Bon. Ça va mieux ? Oui, oui, très bon, bien. Parfait. Alors, je tiens quand même à vous informer que je suis dans une phase émotionnelle. Mmh. D'accord ? Mmh. Donc, je récupère ceci, que je vais placer simplement là. D'accord ? Vous mmh. pouvez, à la limite, le garder. Ça va aller, madame ? Ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas inquiète. Soyez très mouchkoulioum, t'as le carreau à côté. Ne vous inquiétez pas, madame. On va laisser ça là. Par contre, l'ICOM, public. Peut-être comme Hacha que j'ai encore jamais fait en dehors de l'avoir fait à l'étranger. Est-ce qu'il veut dire en clair voilà. Brabbi, tu sais que... s'il vous plaît, ouais. un journal. Oui. Un briquet. Et je vais vous demander une chose, madame. Ça va mmh. Mettez vos mains sur les miennes, s'il vous plaît. Sur mes avant-bras. Mmh. Mettez vos mains sur mes avant-bras. Mmh. Regardez-moi bien attentivement. D'accord. Silence, silence, silence. Aman, aman, silence. Je vais vous demander simplement, serrez fort ma main, s'il vous plaît. C'est fait. D'accord. Cette personne est vivante ? Non. Parce que je la vois décédée. Mm. D'accord. Écoutez, c'est marrant. Sa disparition a eu lieu aux alentours des 69 ans, je pense. Oui. C'est bien précisément 69 ans ? Mm-hmm. Parfait. S'il vous plaît. C'est marrant. Est-ce que vous voyez que ma main a rougi ? Oui. Il y a un M. Oui. Et la dernière est un F. Et pour le confirmer, madame, ce que je vais vous demander, simplement pour terminer ce show, je peux ah, bien sûr, oui. D'accord. Je vais vous demander simplement de prendre une feuille de journal, s'il vous plaît, et de penser très fort à cette personne. Vous pouvez l'aider. Oui. Allumez le journal, s'il vous plaît. Allumez le journal. Ou alors une feuille de journal, ça y est. Une seule. Une seule feuille. Voilà, allumez-le et mettez-le directement sur l'assiette. Regardez-moi bien attentivement et ne quittez plus du regard, s'il vous plaît, madame. Ne vous inquiétez pas. C'est une protection pour vous, c'est quelqu'un qui vous protège, ça, c'est une certitude. C'est marrant que des liens de sang avec cette personne. Oui. Parce que moi, à chaque fois que vous y pensez, il se dégage une émotion intense. Mm. Et c'est une perte terrible pour vous. Alors, attends, c'est un lien direct. Ça se précise de plus en plus. Monsof. Oh là là. C'est ça, Monsof ? Ouais. Attendez. Attendez, c'est pas fini. Par contre, je suis désolé. Si vous me permettez, hein. Excusez-moi si... Regardez la main. M. O, N. Est-ce que je peux me permettre là de faire un peu de fumée ? Oui. Je suis désolé, ça va être sale. Hein. Regardez bien. Comment on le sait ? T'as un petit snap ? David. Champion. Merci docteur, merci à vous madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Je vais aller faire la bise. Ça vous a plu ? Oui, bravo, vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Impression, je connais un impression. Docteur Abdelkad. Non, c'est-à-dire le mentalisme, oui, c'est vrai, ça existe, c'est impressionnant. C'est... Fauzi. علاش فوزي علاش كيفاش باش لا لا نسكن والله ما راه ما يهمك انا بصراحه انا ما بحاجه انا سامحوني في عباره بالعربي بالسوري باش نقولها سي بقولها بالعربي بالسوري سي دو تلامس يعني مش حاجه مش نعم سي دو تلامس وي مي سي دو تلامس وي يعني مش سحر اتونسيون لا مش سحر
جاك لكن يعني متلامس فما تركيز نجم عن التركيز ممكن التركيز. ممكن نبغى اي موش حاجه موش حاجه خرق العاده يعني حاجه سحر كبير برشا لا مش سحر مش سحر يقرا الافكار ممكن مدام ميسيو سادتي وسادتي pour faire très court pour qu'il y ait pas de conflit entre nous pour les gens rationnels c'est bidon c'est sérieux c'est pas je ne suis qu'un homme un tunisien et je suis un artiste et ce que vous avez vécu ce soir c'est ce qu'on appelle du show. Oui, un cours chaud. Merci beaucoup, David. Merci. باش نعطيكم خدمة تقولوا لي موجودين الخدم هذم ولا لا قبل ما يجي الفاصل ونكملوا في أمور جدية. طلعت لي فاز أنا. دزاز في المترو. دزاز في المترو، حسب رأيكم الخدمة هذه موجود ولا مش موجود؟ يلا بسرعة. شنو دزاز؟ مش موجود شنو؟ معناتها في اليابان تلمال المتروات معبين فما رجال خدمتهم يدزوا العباد باش يطلعوهم في المترو. موجود 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 نشوفوا مع بعضنا موجود ولا مش موجود؟ موجودة. دكور المترو يمشي يدزوهم لا لا دزاز دزاز في المترو. لا شوك دزاز عادي هكا معكيت معناتها شكرا بطاطا معناتها وعندك حاجة أخرى مترو وراي انا فارغ عمرها ما تصير في تونس اي عمرها ما تصير وهو دزاز في اليابان قلت المهنه هذه تصور في تونس يا دزاز تصور في الدو ذاك يدز في العباد معناها يخلوا سايب معنا عشان هي الضابط هذاك يا خويا نخدم دزاز انا دزاز يقدروا يحترموا المهن دزاز يخدم على روحك ربي عينك دزاز يترى تصور شي يولي ذاك دزاز ديما هكا عنده بريم دو دز معناتها كي تعرف على طفله تقول له قولوا شيغيش تخدم دزيز دزيز بيه موجود ليه موجود الناس مهما تقش الجاف يعود تقول دجاج يقول لك دزيز بيه الخدمة هذه ملاح حسب رأيكم موجود ولا مش موجود خدمته في ريستورانات في البلدان الراقية انه يبدأ واقف الكليون اللي يحب يزيد ملح في مكلته يجي يزيدوا الملح موجود ولا مش موجود 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 ولا مش موجود شو ملاح والاخر فلفل الفلفل جعفر علاش قلت موجود موجود لانه موجود نايم انت غزلي غزلي في عينيا غزلي في عينيا غزلي في عينيا يدي فين ناص لا لا لحظة لحظة سيدي تلامس سيدي تلامس لا 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 سيدي تلامس سي سيريو سي سيريو غزلي في عينيا غزلي مليح اخفق شوي اخفق شوي غزلي في عينيا ديزولي نحكي العربي شوية غزلي في عينيا سا تو فابا كي ما جي سي غزلي في عينيا T'es brassé? T'es brassé? Si c'est possible, bisous. Je t'aime, Siri. C'est mon mot. Mais. Al-Khadma, Hedi Mahouch, Maujouda, Ant, comme le Haktra. Maujoud ou la mouche Maujoud? شمام بارفانيت. موجود. شوفوا التصويرة. لا لحظة لحظة. شنو لحظة؟ اغزروا كيفاش؟ لا 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 المانا ضبوتجي تسمى ضبوتجي هذا ما لحظة سيروفي لحظة خنفس بس قبل ما العباد يحكموا هل ديودورون يشد 24 ساعة ولا 48 ولا 28 ساعة اي موجود ولا مش موجود؟ جاوب موجود 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 هاك السيدة ليز اكسبير ديال بابيت فوالا هذيك ما كانش هذيك عمرها 20 سنة كي جنبت الضبوط هذاك ولا عمرها 80 سنة كي خويا اقول ضبوتجي ما اسمه ضبوتجي وادعو رئيس الحكومة انا تعملها لنا قدام كل كار فهمني ولا قدام وسائل ضبوتجي اسمه تصور بو مرته يقول له استخدم ضبوتجي والله يقول له نشم في الضباب كيفاه غريبة معناها كي تسكر خشامة تاخذ كونجي حبالة خشامة تسكر ما عادش نجم تخدم اي يس اما انت والضباب تاخذ السيد نظيف معناها تشم خاطر في تونس نهارين وتقص الخدمة ولا نهارين وتخرج ريتريت يبدا حايد خويا طلع يبدا طلع في الدور يبدا طالع في الدو جاي اربع سوايع في المترو تدخل وتشم فما ولا ما فماش حكيك ظهر دوميسيل
اي موجود لا للعباد اللي مغرومين اللي يدوشوا اللي يدوشوا هذه من طيب موجود اللي يدوشوا احدهم في الدار فما حكيك ظهر دوميسيل هذا في البلدان موجود 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 كيف يعيط في الشارع حكيك ظهر حكيك ظهر واحد مثلا واحد يبيع في معونه عايت الماعا ولا الاخر على حاله ما ذاش عايت لا حكاك ظهر بالله دخلك حكاك ظهر حسن وين تخلط كي تحك ظهرك لا السيد لا اغزلي 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 في عينيه نايم نايم اهاي حط يديك اسمع انا شوف المهنه دي موجوده ومهنه مهنه مهنه محترمه فهمني ولا يدق عليك خويا تقول له شكون يقول لك حكاك الظهر حكاك الظهر تفضل تفضل معايا لداخل تدخل خويا فيحك لك ظهرك هذه مسائل يعني احنا كبلد راهو انا نعيش في عالم ثالث بالفعل صح؟ لما تلاقي واحد يحك في ظهره وحده عليه لا انا بابا لا انا سؤال للجافه شكون يحك لك ظهرك؟ فهمتني انا لا لا لحظه لا هي صور هي صور يعني شوف خنفصل لك خنفصل لك حاجه لا لا لحظه لحظه لقد وقعنا في الفخر برنامج هذا وين الساعه لا فرونس ماهوش موجود دونك يلا المهنه الثالثه جينيكولوج نتاع فلالس هذا خدمته يطلع الفلوس انثى ولا ذكر وناهي الانثى اللي باش تبيض اكثر كي تكبر موجود ولا مش موجود ورينا ورينا تصويره فوالا موجود هذا نفسه حكاك الظهر فهمني نفس اما عامل الكمام هكاهو هذا موجود وموجود في تايلاندا موجود بيصير ويخلص 10500 دولار موجود قد ايه؟ 10500 كيما احنا باهي موجود ولا مش موجود ذواق ماكلة الكلاب اها وكان ديجستاتور وفنا بلاد فنا بلاد موجود شهري فنا بلاد فانا بلاد ما امس رجل ليش الكلب اللي بجنبه؟ ها؟ شو الكلب اللي بجنبه؟ ياسر مصر وين؟ تعرف قد ايش يخلص؟ 45 ألف دولار هذاك لا 37 ألف يورو في العام سي نورمال ايه نو سي با نورمال نو نو لا سي نورمال نو انا احمد نو لا سي نورمال 37 ألف يورو وشويه فيه ماكلة كلاب شويه فيه شويه فيه هذه تصير شويه فيه شويه فيه مدام مريم صوري انا ماكلة عظمه شنو سامحني شنو عندك ضد الكلاب في عظمه بالحق ضد الكلاب لحظه لحظه عندك حاجه ضد الكلاب انت يا بيا ماكلة كلابك اللي في الحكوك واحد انت بيان سور معناتها يا دي شوز ديغولاس لا انت فما حكك تحلها تبدا فريمون لا لا ان ديغوستاتور حاجه اخرى راه فهمت مش يشوف اندرا لا كريم كريم لحظه تتوقع موجود هذا ذواق ماكلة الكلاب ولا لا نتوقع موجود تفارج قريب ينبح السيد وظهر قتلها ماكلة الكلاب وانا نبسوك مام وخزر له مقاطه ظهر قتلها كلاب ما تصوروش ياكل ماكل تحسوا هذاك الكلب الاخر العبد ديجا العبد ريتو الكلب تحسوا ياكل في ماكلة عباد هو ياكل في ماكلة كلاب اخزر منظم عقله في تونس احنا الكلاب ياكلوا ماكلة ليه وكاس معاه خزر له معاه كاس معناها معاه منظم معناها ريتو الكاس اللي بجنبه ياكل كمية امور واضحه بالرسمي عامل كيس كامية كامية وبعد شكل الكلب وينتحر ياكل الكلب وينتحر وياكل الفلوس يضيعون حياته مأساوية بسيم بسيم لا سامحني اموره واضحة السيدة ذا أكثر عبد غريب ريته في حياته ياكل في ماكلة الكلاب والكلب بجنبه عاقل وجراندور ويخلص 700 ألف دولار يا أخوي مين بسيم الله أعلم قبل الفصل لا سامح حبيت تقول كونه في تونس العكس الكلاب احنا نذوقوهم ماكلتنا عندنا كلب معناها تشوف انت الراتسه معناها تقول عند كلب برجال ما بابا معناها 500 ألف نورمالمون تشريه فهمتني امي توكل فيه في اللوبيا اقسم بالله دخلت طلعت نستحل النيش نتاعي وانا جاي نفرك في اللبلابي وحده وفي عليه الخبز ما الكلب وفي عليه الخبز في عليه الخبز صار المسطح مو احنا فما مسطح ومحطوط في الساعه فطلع لامي قال خبز خبز هذا البرنامج اسمه مره كلب بكليه ترونتو الوادية صح ياكل كل شيء مليه والخلع كل شيء ياكله ليه كلب غير عاد كليك ترونتو الوادية كيفاش ولا ينبح هذا البرنامج
اسمه امور جديه. بعد شويه الحوار مع جعفر الجسمي. تونس بخير مع بلال. عمل لك جاي مساج. امور جديا. عنده كلب بيتبول يكف الدراع. يكف الدراع. دراع وشماية عادي سمعنا. كريمة بوزة فهمت نورمال. امور جديا. ارجعوا لكم بعد الفاصل.